السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كانفا موقع ممتاز جدا للديزاين، مش محتاج ان انت تكون بروفيشنال، بتلاقي تقدر تحط صور وتكتب تكست. الجميل ان هم دخلوا الذكاء الاصطناعي كما هو متوقع، فهو بيقول دلوقتي انت عايز تعمل كريت ليه، اللوجو ولا انستجرام بوست ولا صورة ولا خلينا نقول له مثلا ديسكتوب. الجميل اللي عاملين حاجة هنا اسمها ايه، تكست تو ايمج. هقول له يوز وهبدأ مثلا اقول له سويمنج كات ان بول، وروح دايس انتر، يبدأ يكريت لي صور كأنك رحت مثلا على حاجة زي الميد جورني. هو كده وفر لك خطوات في التصميم اهو. تقدر تستخدم اي صورة، تقدر تكبرها، تقدر ان انت تحط تكست، تقدر تشتغل عليها وتطلع التصميم بتاعك.